السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذه السلسله المقاطع الفيديو اللي غنتناولوا فيها التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد سنه 2018 بالنسبه للمسلك العلوم الفيزيائيه الدوره العاديه. فهذا المقطع هذا هو الجزء الثاني واللي غنتناولوا فيه التمرين الثاني وكذلك التمرين الثالث. دونك التمرين الثاني تحديد سرعة انتشار موجة فوق صوتية في سائل. نقرأ موضوع التمرين. تنتشر الموجات الميكانيكية في الأوساط المادية فقط وتزداد سرعة انتشارها مع كثافة الوسط المادي. لتحديد القيمة التقريبية لسرعة انتشار VB لموجة فوق الصوتية تنتشر في البترول السائل نقوم بالتجربة التالية. دونك عند نفس اللحظة تي كتساوي زيرو نرسل موجتين فوق الصوتيتين بوسط باعتين او ا و او 2 مرتبطين بمولد جي بي اف ومثبتين في احد طرفي حوض هنايا يحتوي على كمية من البترول بهذه الكيفية هذه. فتنتشر احداهما في الهواء والاخرى في البترول. نثبت في الطرف الاخر من الحوض مستقبلين اغ ان و اغ 2 بحيث يلتقط المستقبل اغ ان الموجة المنتشرة في الهواء و اغ 2 الموجة المنتشرة في البترول. انظر شكل واحد. نعاين على شاشة رسم التذبذب الاشارتين الملتقطتين من طرف المستقبلين اغ ان و اغ 2 كيفما في الشكل جوج. دونك هنايا المعطيات. دونك تقطع الموجتان نفس المسافة ال كتساوي 1.84 متر اللي هو الطول ديال لا كوف هذه. سرعة الموجات فوق الصوتية في الهواء دونك في ار سرعة انتشار الهواء سرعة انتشار فوق الصوتية في الهواء في ار كتساوي في الحالة 340 متر بار سكوند. والحساسية الأفقية لرسم التذبذب ضبطت عند هذه القيمة هذه 2 ملي سكوند بار ديفيزيون 2 ملي سكوند بار ديفيزيون. عفوا نمر الآن للأسئلة. السؤال الأول، هل الموجات فوق الصوتية مستعرضة أم طولية؟ وعلي جوابك. فكيف ما كنعرفوا الموجات فوق الصوتية موجات كتنتشر في الأوساط المادية يعني في الفلويد يعني في الموائع. وهي يعني الموجة انتشار الموجة هو عبارة عن يعني تشويه في الضغط يعني تغير في الضغط يعني واحد التشويه اللي هو كي انتشر في الوسط المادي. فهاد التشويه هذا الاتجاه ديالو هو على نفس الاستقامه مع الاتجاه ديال الانتشار يعني الاتجاه ديال التشويه هو متوازي مع الاتجاه ديال الانتشار وبالتالي كنسميو هاد الموجه موجه طوليه. فإلا كان العكس إلا كان الاتجاه ديال التشويه نتعامد مع اتجاه ديال الانتشار كنسميوها موجه مستعرضه بحال مثلا الموجات على سطح الماء مثلا. ولكن في هذه الحاله عندنا موجات طوليه. السؤال الثاني، اعتمادا على الشكل جوج حدد قيمه التاخر الزمني طو بين الموجتين الملتقطتين او الملتقطتين. دونك هنايا عندنا الشكل جوج وهنا كيبان هنايا لو سينيال يعني التاخر الزمني ما بين لي دو سينيو اللي كنحصلوا عليهم. هنا كنلاحظوا بان الا قارنا مثلا اخر يعني لا فان دو سينيال هنايا مع لا فان ديال لوتر سينيال كيبان باننا متفاوتين بواحد جوج ديال لي دو ديفيزيون جوج ديال 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 لي ديفيزيون. بيان نجد طو كتساوي جوج ديال لي ديفيزيون اللي كنا لقينا وكنضربوها فاش في الحساسية الأفقية. فكيف ما كتلاحظوا هنايا بالنسبة للحساسية الأفقية كل ديفيزيون يعني كتعني جوج ديال لي ميلي سكوند. دونك جوج ديال ديفيزيون جوج ميلي سكوند تعطينا 4 ديال لي ميلي سكوند يعني كيعني بأن التأخر الزمني بين لي سينيو بجوج هو طو كتساوي 4 ديال لي ميلي سكوند. دونك نمروا للسؤال الثالث، بين أن تعبير طو يكتب على الشكل التالي، طو كتساوي ال عامل واحد على في ار ناقص واحد على في بي.
فلدينا سرعه الموجات فوق الصوتيه في الهواء هي كالتالي في ار كتساوي ال على تي ار دونك ال هي طول هذيك لا كوف لا لونغور دو لا كوف يعني المسافه اللي غتستغرق الموجه تي ار هي المده الزمنيه اللي غتستغرق الموجه لاجتياز هذه المسافه ال دونك من هذه العلاقه هذه تي ار كتساوي ال على في ار هذا من جهه من جهه اخرى عندنا سرعة الموجات فوق الصوتية في البترول في بي كتساوي ال نفس المسافة على تي بي تي بي هو المدة الزمنية اللازمة لاجتياز ال المسافة ال في البترول ماشي في الهواء ومنه تي بي كتساوي ال على في بي ومن هاد جوج ديال العلاقات كنستنتجو بأن الطو اللي هو تأخر زمني ما هو إلا فرق الزمن ما بين تي ار و تي بي فرق الزمني ما بين تي ار و تي بي وعلم ان تي ار هو اكبر من تي بي لماذا لان الموجات كتنتشر في الهواء ابطا من البترول لان البترول هو اكثر كثافه من الهواء فالطو كتساوي تي ار ناقص تي بي كنعوضوا تي ار والتي بي بالتعابير اللي عندنا هنايا كنحصلوا على ال على في ار ناقص ال على في بي وبالتالي الا عملنا ب ال كنحصلوا على التعبير المراد به في السؤال 3 رابعا اوجد قيمه تقريبيه للسرعه في بي فغادي نستغلوا هاد العلاقه هادي فنعلم ان الطو كتساوي هنايا غنشرو ال على في ار ناقص ال على في بي كتساوي دونك ال على في بي كتساوي ال على في ار موان طو غادي نقلبوهم هنايا في بي على ال كتساوي واحد على يعني كنديروا المقلوب ال على في ار موان طو ومنه في بي كتساوي ال على ال على في ار ناقص طو ال عندنا في المعطيات في ار عندنا في المعطيات وطو استنتجناه تجريبيا تطبيق عددي كنوجدوا ان في بي كتساوي هنا كتلاحظوا بان هنايا ال خليناه بالمتر و في ار كنخليوه بالمتر بار سكون والطو واحد الملاحظه مهمه الطو كنحولوها للثانيه كنا لقيناها بالملي سكون خصنا نحولوها ضروري للثانيه كنضربها في 10 اس ناقص 3 بعد التطبيق العددي كنوجدوا ان في بي كتساوي 1.3 10 اس 3 متر بار سكون وهي قيمه معقوله علما ان سرعه انتشار الموجات في الماء هي ان بو بري تقريبا نفس القيمه تقريبا يعني بلوغ دو غروندور ديال 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 ميل ميل متر بار سكون غنمروا دابا للتمرين الثالث الذي يعنى بالجزء الكهرباء اللي نقط على خمسه النقط دونك نقراو الموضوع التمرين خصص استاذ مع تلامذته حصة الأشغال التطبيقية الخاصة بمادة الفيزياء لتحديد الساعات المكثف بطريقتين تجريبيتين مختلفتين وللقيام بدراسة ذرات أغاسي متوالية. دونك الجزء الأول تحديد تجريبي لساعات مكثف. أولا باستعمال مولد مؤمثل للتيار الكهربائي هي الطريقة الأولى. دونك تحت إشراف أستاذ المادة أنجزت مجموعة أولى من تلاميذ القسم تركيب تجريبي ممثل في شكل واحد اللي هو كالتالي. دونك هذا التركيب مكون من مولد مؤمثل للتيار يزود الضاره بتيار كهربائي شدته اي زيرو ثابته موصل اومي مقاومته ار مكثفين سي 1 وسي 2 مركبين على التوازي كما كتشوفوا هنايا سعه الاول هو 7.5 ميكرو فراد وسعه الاخر سي 2 مجهوله اللي بطبيعه الحال غنحاولوا اننا نوجدوا القيمه ديالها وقاطع التيار ك عند اللحظه تي كتساوي صفر اغلق احد التلاميذ الداره بواسطة نظام مسك معلوماتي تم الحصول على منحنى تغيرات شحنة كيو للمكثف المكافئ دونك لاحظوا أن كيو هنايا هي شحنة المكثف المكافئ للمكثفين هادو بجوج دونك بدلالة توتر يو أبي دونك حصلنا على المنحنى ديال تغيرات كيو بدلالة يو أبي هو التوتر بين مربطي المكثفين هنايا على التوازي هنا كتبنا على أن الدالة دالة خطية نمر الأسئلة السؤال الأول ما الفائدة من تركيب المكثفات على التوازي دونك نعلم تمام العلم أن تعبير ديال المكثف المكافئ هو مجموع المكثفين يعني سي 1 زائد سي 2 هنا كنلاحظوا بأن من كنجمعوا مكثفين على التوازي كنحصلوا على مكثف قيمة يعني سعة المكثف المكافئ اللي هي أكبر من سي 1 وأكبر من سي 2 دونك الهدف من تركيب المكثف على التوازي غادي يكون هو التضخيم ديال سعة المكثف يعني يحصلوا على سعة أكبر السؤال الثاني باستثمار منحنى شكل جوج حدد قيمة سأك اللي هي سعة المكثف المكافئ للمكثفين فالمنحنى كيعبر على تغيرات شحنة كيو بدلالة يو ا بي كنلاحظوا بأن هنايا عندنا الميكرو كولومب
ردوا البال مزيان. فالمنحنى هو عبارة عن دالة خطية، كنعرفوا بأن المعادلة ديال دالة خطية كيو كتساوي كا فو يو ا بي، كا هو معامل موجي. وانطلاقا من المنحنى نقدروا نحسبوا معامل موجي بطريقة سهلة جدا، فكنعرفوا بأن كا كتساوي دلتا كيو على دلتا يو ا بي. يمكننا نختاروا أي نقطتين من المنحنى، أنا اختاريت هاد النقطتين هادو. فهنايا النقطة الأولى هنايا 10 10 ما نساوش نحولوا الكولوم، دونك 10 ف 10 أس ناقص 6 حيت عندنا ميكرو، دونك باش نحولوا ميكرو كولوم بالكولوم كنضربوا في 10 أس ناقص 6، دونك 10 ف 10 أس ناقص 6 ناقص 0 ناقص 0 مقسوم على 1 فولت ناقص 0، وكنحصلوا على 10 أس ناقص 5 اللي 10 أس اللي 10 ميكرو فاراد. حنا نشوفوا علاش كتبنا هنا فاراد، ونعلم ان يعني هذه العلاقه دي معروفه كيو شو هنا كتساوي السعه المكتف نضربها في التوتر بين مربطين المكتف يو ا بي. وبما ان كيو هي الشحنه ديال المكتف المكافئ فهنايا السعه غتكون هي السعه ديال المكتف المكافئ. فبار ايدنتيفيكاسيون ما بين هذا هذا ما بين العلاقتين بجوج كنوجدوا بان طبيعه الحال السعه كتساوي كا اللي كتساوي 10 ميكرو فاراد كيف ما لقينا. بما ان الفاراد هو الوحده ديال السعه فالوحده غتكون هي الفاراد. عفوا ثالثا سؤال ثالث استنتج قيمه السي 2 سعه المكتف السي 2. فبما ان المكتفين هما على التوازي كنعرفوا بان العلاقه اللي كتجمعهم السعه كتساوي السعه زائد السي 2 كنجمعوهم، ومنه فالسي 2 كتساوي السي اك ناقص السي 1. السي 1 عندنا في المعطيات والسي اك حصلنا عليه عن طريق التجربه. بواسطه التطبيق هذا نجد ان السي 2 كتساوي 2.5 ميكرو فاراد. جيد، نمر الان ثانيا بدراسه استجابه، يعني غنحددوا دابا القيمه ديال المكثف السي 2 بطريقه ثانيه اللي هي بدراسة استجابة ثنائي القطب اكسل لرتبة التوتر. دونك قراو مضمون التمرين. أنجزت مجموعة ثانية من تلامذة نفس القسم تركيب تجريبي ممثل في شكل 3 والمكون من مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهرومحركة E، موصل أومي مقاومته R كتساوي 1600 أوم، دونك عطاونا القيمة ديال R. المكتف السابق دونك المكتف نفس المكتف اللي كنا استعملناه في التركيب الأول دي السعة سي 2 واللي غنحاولوا نعاودوا نوصلوا للقيمة ديالو، وقطع التيار دي موضعين. دونك بعد الشحن الكلي للمكتف أرجح أحد التلاميذ قطع التيار لموضع جوج، دونك كان في الموضع الأول باش نشحنوا المكتف، من بعد إن فوا المكتف تشحن كليا كنمروا القاطع لموضع جوج. عند اللحظة تيكالا صفر. بواسطة نظام مسك معلوماتي تم الحصول على منحنى تغيرات U C 2 بدلالات أولا بين مربطين المكتف C 2 بدلالات الزمن، هنا كنحصلوا على U C 2 بدلالات الزمن، منحنى على هذا الشكل. وهنا يعني واضح بأن هنا عندنا تفريغ المكتف. دونك نمر الأسئلة. السؤال الأول أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U C 2 أثناء تفريغ المكتف. كيف ما شفنا في الدرس يعني دونك هذه الدارة كتصبح عندنا الدارة على الشكل بعد ان وضعنا هنا قطع التيار في موضع جوج. دونك عندنا الدارة كتكون من مكتف سي 2 عفوا والمقاومة اغ 2 اغ عفوا، وهنايا التوتر يو اغ هو على الشكل في اصطلاح مستقبل، علما ان التيار هو على النحو ديما الاتجاه ديال اولا المنحى ديال التوتر كيكون عكس المنحى ديال التيار في اصطلاح مستقبل. دونك حسب قانون اضافيه التوترات يو ار زائد يو سي 2 كتساوي صفر، ونعلم ان اي كتساوي دي كيو على دي تي كيف عندنا في الدرس، وكنعرفوا بان كيو كتساوي سي 2 في يو سي 2. سي 2 ثابته نقدروا نخرجوها من الشقاق، دونك كتعطينا اي كتساوي سي 2 دي يو سي 2 على دي تي. وحسب قانون اوم يو ار كتساوي ار اي، دونك نعوضوا هنايا يو ار ار اي ونعوضوا اي بسي 2 دي يو سي 2 على دي تي، وكنحصلوا على المعادله التفاضليه التي تحققها التي يحققها التوتر يو سي 2 بين مربطين مكتف ار سي 2 دي يو سي 2 على دي تي بلس
يو سي دو كتساوي صفر. سؤال ثاني، يكتب حل هذه المعادله التفاضليه على شكل يو سي دو كتساوي او اكسبونونسييل موان تي سور تو، او جي التعبير ثابته الزمن تو بدلاله ار و سي دو. دونك هذا يعني تمرين او سؤال اخر كلاسيكي كما كتشوفوا في يعني كيف ما شفنا في الدرس. فالحل ديال المعادله كيكتب على الشكل، دونك عطاونا الشكل ديال الحل او اكسبونونسييل موان تي سور تو. اول حاجه كنديروا كنقوموا بالاشتقاق ديال الحل، دونك دي او سي دو على دي تي كتساوي هنايا كنعرفوا الاشتقاق ديال داله اكسبونونسييل مو ان سور تو او اكسبونونسييل مو سي سور تو، وكنعوضوا التعبير ديال الاشتقاق والتعبير ديال الحل في المعادله التفاضليه. دونك نعوض في المعادله التفاضليه كنحصلوا على اكس سي دو عامل لي ناقص 1 على تو في او في اكسبونونسييل مو تي سور تو بلس زائد او سي دو اللي هي او اكسبونونسييل مو تي سور تو كتساوي صفر. دونك هنايا كنعملوا ب او اكسبونونسييل مو تي سور تو، دونك عامل لي موان ار سي دو سور تو بلس ان تيكال ا زيرو. دونك هنا كان عندنا ضرب حدين كيساوي صفر، رياضيا كنعرفوا بان الا كان عندنا ضرب حدين كيساوي صفر هذا يعني ان احد الحدود كيساوي صفر، ونعلم تمام العلم ان اكسبونونسييل ممكن يكون كيساوي صفر الا الى كان الزمن تي كيقول بلس لانفيني. اور في الفيزياء ليس لدينا قيمه يعني مقدار كيقول لانفيني، لانفيني يعني لا نهايه ما عندناش في الفيزياء، وبالتالي هذا الحد ما يمكنش يكون كيساوي صفر، ومنه ف يعني هذا الحد هذا هو اللي غيكون كيساوي صفر. فمو ار سي 2 سور تو زائد 1 كتساوي صفر، ومنه ار سي 2 على تو كتساوي 1، ومنه تو كتساوي ار سي 2. دونك حنا حصلنا على التعبير ديال تو بدلاله ار و سي 2. السؤال الثالث، حدد من جديد قيمه الساعه سي 2. دونك باش نحددوا قيمه الساعه سي 2 اولا غادي نستغلوا هذه العلاقه هذه. دونك ار عندنا في المعطيات ولكن تو ما عندناش، ولكن عطاونا واحد لا كورب اللي لحد الان باقي ما استعملناهاش، وهي هذه المنحنى ديال تغيرات اس 2 بدلاله الزمن. وهنا كتلاحظوا بان رسموا لنا المنحنى المماس للمنحنى عند تي تيكال زيرو، وكنعرفوا تمام العلم ان تو كنوجدوها عن طريق يعني هنايا الانترسيكسيون ديال المماس مع محور ديال الزمن. دونك هاد الانترسيكسيون كتعطينا 4 ملي سكوند، وبالتالي طو كتساوي 4 ملي سكوند. دونك مي بيان ان جي طو كتساوي 4 ملي سكوند، وعلما ان طو كتساوي ار سي 2 هذا يعني ان سي 2 كتساوي طو سيغ ار. دونك طو وجدنا عن طريق التجربه، ار عندنا في المعطيات ديال التمرين، نقوم بالتطبيق عليه كنوجدوا 2.5 10 اس ناقص 6 فراد اللي هي 2.5 ميكرو فراد، وهي نفس القيمه اللي حصلنا عليها في الجزء الاول من التمرين. نمر الان الجزء الثاني اللي هو دراسه الداره ار ال سي متواليه. دونك انجز احد التلاميذ التركيب التجريبي الممثل في الشكل 5 الذي يتضمن مكتفا مشحونا كليا سعته سي كتساوي 2.5 ميكروفاراد لعله المكتف السابق، وهو شعاع معامل تحريضها ال ومقاومتها ار، المقاومه الداخليه ديالها ار. تلاحظوا بان هنايا الداره لديها مقاومه اللي كتجلى في المقاومه الداخليه ديال ار وقطعتها. دونك بعد غلق الداره بواسطه نظام مسك، بعد غلق الداره وبواسطه نظام مسك معلوماتي، تم الحصول على تذبذبات شبه دوريه لتغيرات الشحنه كي للمكتف. السؤال الاول، فسر سبب الحصول على تذبذبات شبه دوريه. دونك حصلنا على تذبذبات شبه دوريه لماذا؟ لان كيف ما كتلاحظوا هنايا في الداره عندنا مقاومه اللي كتجلى في المقاومه الداخليه اللي الواشعه، وكتعرفوا بان الطاقه تتبدد عبر مفعول جول او عن طريق مفعول جول عبر المقاومات يعني المقاومه ديال 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 الداره. دونك هناك تبدد للطاقه عبر مفعول جول، وبالتالي كان عندنا تبدد الطاقه فكنحصلوا على تذبذبات شبه دوريه، بمعنى ان الوسع يتناقص مع مرور الزمن، يعني مع مرور الزمن
الدارة كتفقد الطاقة عبر المقاومة الداخلية المكتفية الوشع عفوا. دونك جواب السؤال الاول هو كالتالي، دونك السبب للحصول على التذبذب الشبه دوري هو وجود المقاومه في الداره، مقاومه الوشعه، الشيء الذي يؤدي تبدد الطاقه الى طاقه حراريه عن طريق مفعول جول. ثانيا، للحصول على تذبذبات كهربائيه مصانه، وهنا نقوم بالصيانه، تم تركيب مولد يعطي توترا يتناسب اضطرادا مع شده التيار، يو جي كتساوي ك فوا اي، مع ك ثابته كنضبطوها هي اللي يعني قابله للضبط. دونك سؤال جوج واحد، اثبت ان المعادله التفاضليه، اثبت المعادله التفاضليه التي تحققها الشحنه كو تي. دونك بعد ادراج المولد من اجل الصيانه كنحصل على الداره التاليه اللي فيها المكتف الموشعه والمولد على التوالي مع هذا. دونك حسب قانون اضافيه التوترات كنجدوا بان يو ال زائد يو سي كتساوي يو جي. دونك كنعرفوا تمام العلم يو ال يعني التوتر بين مربطي الوشعه كيساوي ال دي اي سور دي تي بلس ار اي ار اللي هي المقاومه الداخليه للوشعه زائد يو سي كتساوي ك اي. كنعوضوا يو جي بك اي كيف عندنا هنايا في المعطى. دونك كديو هذا الحد هذا للطرف الاخر كنعملوا نعمل بشده التيار اي وكنحصلوا على المعادله التاليه. ونعلم ان اي كتساوي دي كيو على دي تي و دي اي على دي تي كنعوضوا اي هنا بدي كيو على دي تي. دونك هنا كنحصلوا على دي اي على دي تي كتساوي الشقاق الثاني للشحنه على بدلاله الزمن. دونك دي كاري كيو على دي تي كاري. ونعلم ايضا ان يو سي كتساوي كيو على سي الشحنه على سي ار. كنعوضوا هاد المقادير كلها في هذه المعادله وكنحصلوا على دونك دي سي دي تي كنعوضوها بهذا المقدار كنحصلوا على ال دي كاري كيو على دي تي كاري. كنعوضوا اي دي كيو على دي تي وكنعوضوا يو سي كيو على سي وكنحصلوا على المعادله التفاضليه التي تحققها الشحنه كيو بالنسبه لهاد الدارة هذه. ثانيا او لا جوج جوج، عند ضبط معامل التناسب على القيمه ك كتساوي 5 في النظام العالمي للوحدات، دونك ما بغاوش يعطيونا القيم الوحده، حنا نشوفوا علاش. اصبحت التذبذبات جيبيه، جيبيه بمعنى سينوسويدال، بمعنى يعني الوسع لا يتناقص مع مرور الزمن، بمعنى التذبذبات اصبحت مصانه، التذبذبات هي دوريه. دونك من ضبطنا ك على القيمه 5 اصبحت التذبذبات دوريه. دونك مطلوب منا في هذا السؤال حدد القيمه المقاومه اغ للوشعه المستعمله اللي هي هذه. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا هو ان من كنقوموا بالصيانه، من كنقوموا بالصيانه ديال 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 الداره هنايا ديالنا هنايا كتولي عندنا بحال اللي كتولي عندنا داره مثاليه. كنعرفوا بان المعادله التفاضليه الداره مثاليه ما فيهاش هذا لو تيرم، هذا الحد هذا كيساوي الصفر. دونك شنو كنديروا الصيانه، عمليه الصيانه اش كدير، كتحرص على ان هذا لو تيرم هذا هذا الحد يساوي الصفر، يعني بالضبط هذا المقدار ك. دونك لكي نحصل على تذبذبات جيبيه يجب ان يكون هذا المقدار اللي كنت وريتكم قبل اغ موا اغ ناقص ك في دي كيو على دي تي خصو يكون كيساوي الصفر. وكنعرفوا بان الدي كيو هنا جداء حدين، واحد فيهم خصو يكون كيساوي الصفر. وكنعرفوا بان كيو ما يمكنش تكون كتساوي دي كيو على دي تي، ما يمكنش تكون كتساوي الصفر حيت كيو تتغير، الشقاق ديالها ليس منعدما، وبالتالي اغ موان كا هو اللي غيكون كيساوي الصفر، ومنه كا كتساوي اغ، واغ عندنا في المعطيات كتساوي 5 اوم. كا هنا في المعطيات كتساوي كا كتساوي 5، وبالتالي فاغ كتساوي 5، والوحده ديال المقاومه هي الأوم. دونك نمروا السؤال الأخير جوج ثلاثة، باستثمار منحنى الشكل 6 اللي هو هذا، أوجد قيمة معامل التحريض ال للوشعة. دونك هذا المنحنى هو لي كيو بدلالة الزمن، شحنة بدلالة الزمن، كيفما كتلاحظوا هنا عندنا تذبذبات دورية. دونك خصنا نحددوا معامل التحريض ال.
دونك المقدار اللي نقدروا نستغلوه من هذه المنحنى هو تي زيرو. دونك تي زيرو كتساوي 2.5 ملي سكوند ميبيانيا 2.5 ملي سكوند، وانا اعلم ان كاين هناك علاقه ما بين تي زيرو والمعامل التحريريه، كالتالي تي زيرو كتساوي 2 بي في جذر ال مضروب في سي. الى رفعنا المعادله او كاري الاس اثنان كتصبح عندنا تي كاري كتساوي 4 بي او كاري، والجذر كيمشي مع الاس اثنان، وبالتالي ال كتساوي تي زيرو او كاري على 4 بي او كاري فوا سي. بالتطبيق عددي دونك تي زيرو حصلنا عليها تجريبيا كتساوي 2.5، ولاحظوا هنايا الميلي سكوند خصنا نحولوها لسكوند، نضربها في 10 ناقص 3، والسي 2.5 كيف عندنا في المعطيات 2.5 ميكرو فاراد اللي خصنا نحولوها للفاراد كنضربها في 10 ناقص 6. بعد التطبيق العددي كنوجدوا القيمة 63 ميلي هنري. دونك الهنري هي الوحدة ديال المعامل التحرير. دونك بهذا كنكون وصلنا لنهاية هذا المقطع فيديو، نتمنى تكون الاستفادة، ونمروا ونتشوفوا إن شاء الله في فيديو لاحق إن شاء الله.